السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعاده نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم ساميه، في عمري 35 سنه. راني رايحه نحكي قصتي، وعلى بالي باللي نصفكم كاع راح يجوا معايا ويجوا في صفي، بصح هلا غالب تحتمت عليا الامور ندير كيما هكذا. انا متزوجه مع رجل غني لاباس به، دارهم كيف كيف، عايشين بالطبع. وكي نقول لكم ناس داري مرفهين يعني نتاع الصح، تخيلوا في المناسبات وكاع ما يقضوش يعني كيما حنا، يقضوا بطريقه غير عاديه. الخير والخمير مدفق في هذيك الدار، لدرجه انه عجوزتي كي نبدا نطيب ولا جامي ولا تحاسبني وجامي تقول لي خسرتي لي هذيك ولا راكي تتعلمي علاش درتي كيما هاك، بالعكس تقول لي كاين الخير، ديري رايك وديري واش تحبي. المهم انا عشت معاهم في البدايه، وماشي معناتها كي سكنت معاها معناتها راجلي ما عندوش ولا، بالعكس كان عندنا تراب ونبنو فيه وقريب نكملوه. برك عجوزتي زربتني على العرس وقالت لي لازم عليك تجي باش تخدميني قبل ما نجيبو العروسه الثانيه اللي هي ثانيك راهي رايحه تسكن عندي مده، من بعد ترحل لدارها جديده. عشت معاهم تقريبا عام، بصح هاد العام كان كافي لانه يخرج لي عقليه راجلي كيفاش مخدومه، ما راكمش رايحين تستناو واش اكتشفت عليه. المهم انا ما كنتش نعمر راسي وكنت نشتكي بزاف لعجوزتي، هي كانت كبيره بصح دائما تقول لي الصبري المراه هكذا دايره، وتانيك ما تحكيش مشاكلك لداركم، هادو نصائحها وانا كنت ناخذ بهم. قلت لها ولا غير عندك الحق، كل حاجه راهي مليحه لحد الساعه. المهم في الفتره هذيك كنت حملت، وبدا الوحم نتاعي جاني واعر، وليت نطيح ونوض نمشي على ركايبي، المرات كامل حكموني. راجلي كي بديت نشتكي له ونحكي له كامل واش كان يصرى في فتره الوحم والحمل كان ما يحابش، ويقول لي ما تزيديش تعمري لي قلبي بهذا الشيء، الخدمه والبنيان نزيد مشاكلك من الفوق، هاي لك يما وتعطيك الحلول، راهي عجوزه ووالده وتعرف كلش. المهم عجوزتي ومام الواساتي اللي ما كانوش متزوجات كانوا يقولوا لي بلي ديري لي تيزان شربي الزنجبيل، المهم كانوا يعطوني بعض الحلول وكنت نطبقهم والحمد لله. انا بعدها وليت نقول بالك عسى ولعل كي ندخل لداري جديده راني رايحه نتهنى. بالمناسبه انا راجلي كان اسمه كريم، رحت ليه وقلت له راني حابه نخرج من هذا الدار ونستبيت وحدي، انت اصلا ما قعدلكش بزاف. شاف فيا وقال لي كيفاش تدخلي ليها هكذاك، قلت له ايه ندخل ليها كيما كانت، راني حابه نتهنى ويبرد خاطري. شاف قال لي انا بنيت في الايطاج الاول، انت راكي راح تسكني تم ولازم عليا ندير لي باروداج وكاع وكاع وكلش. بديت نفهم فيه باللي ما يهمنيش هاد الحوايج كامل راهم زياده، اللي قلي ندخل خلاص مليت وكرهت. راح شاور يماه قالها واش قلتي ندخلها ولا مازال، قالت له دبروا ريسانكم حياتكم وهذا الشيء شغلكم، وانت اللي راك بنيت الدار ماشي انا اللي بنيتها لك باش نحكم فيك. مسكينه كانت ما تدخلش روحها كامل ما بيناتنا، وتحاول قد ما تقدر باش تجمع في الخير ما بيني وبينه. حتى جا هذاك النهار اللي سكننا فيه واستقرينا وكنت ولدت بولدي الاول. عجوزتي كانت فرحت بيا لدرجه ما تتصوروهاش. من بعد جات لعندي وكنا درنا اسبوع وكبرنا، يعني ياك تعرفوا الناس اللي يكونوا لاباس بهم كيفاش يعرضوا الفاميليا وكيفاش يديروا حلاويهم بلا ما نفسر لكم اهم التفاصيل. انا حاجه ما مسيتهاش، حتى هذوك البنيتات اللي يغسلوا الماعن وينقوا الدار وكاع جابوهم لي وخلصوهم يكتر خيرهم، هذا كامل كان من جيب شيخي. والمشكل هاد الحاجة كنت اكتشفتها مور مرفت بالحمل الثاني، ثمك بديت نخبر راجلي باش يعطيني شري تروسون تاع البيبي. قال لي كيفاش نعطيك هداك تاع وليدك الاول يلبسو، قلت له ايماجيني تجيني بنت، قال لي نورمال لبسي لها علاش الخسارة، انتي تحبي التبذير انتيا. خسرت فيه وانا مخلوعة لانه العقلية الحقيقية بدات تنكشف كي سكنت في داري وولدت ولدي الاول. كريم خلاص ولا انسان واحد اخر، تخيلوا ابسط حوايج ولا يحرمني منهم، خاصه انا كيما قلت لكم قبضتني لانيمي بزاف في الحمل نتاعي نولي نتكركر. كي نقول له حبيت ناكل فاكهه حبيت ناكل حاجه حلوه يقول لي انتيا تتشرطي بزاف الماكله، وعلى بالك باللي انا هاد البنيان راني دايره كامل بالكريدي. خسرت فيه قلت له علاش راك تكذب عليا، يا اخي باباك قال لك عندك دراهم وتانيك الا كش ما خصوك نزيد لك، علاش راك تخبي عليا. المهم الا راك تتمسمر غير وجد روحك، انا ما نزيدش معاك تقريبا.
حقيقة نكره الراجل المجحح والطمع. الحمد لله ربي وراه نايب علينا، علاش راك تحرم فيا؟ ولو يصراو نقاشات كبار ما بيني وبينه، وخطرات يلحق وين يضربني. انعميه تخيلوا السيد اللي كان يموت عليا، شوفوا وين الحق بعد ما سكنت معاه في دار وحدة وبديت نكتشف في الخرايب. المهم بعد مدة قليلة قلت نصبر، هذا هو مكتوبي ونصيبي مع هذا الراجل. اكتشفت بلي راه يخون فيا مع نسا، ومن بينهم واحد الجارة اللي كانت مقابلتني. انا كنت دايما نشوفها تطلع للسطح تنشر بملابس يكونوا فاضحة، بصح جامي ويلا خممت بلي تطلع على جل راجلي. لكن المشكل نهار حكمتهم بالجرم المشهود، انا كنت راقدة جويه الوحدة ونص تاع النهار. راجلي ضمني بلي اكيد ما رانيش راح نخرج في الوقت هذاك ولا نطلع الفوق، لكن انا سمعت واحد الحس وحسبت لي راجلي بلي راهو خدام، لكن لا لا السيد كان في السطح قاعد يتمعشق ويحب وانا لا خبر. المهم انا كنت طلعت بالحفا باش هكا نشوف شكون اللي كان الفوق. اصلا راجلي كان يقول لي بلي المنطقه اللي نسكنوا فيها فيها شويه سراقين هاكي تعرفي، على هذا كان حب بكري يدير لي البارودج للتواقي، بصح هو ما كانش حاب يديرهم لي على جال السراقين، جوست برك باش يغطي على العمله السوداء نتاعو. طلعت وقعت نقرعت غير من الثقبه نتاع الباب اللي طلع للسطح. ايا ونتفاجئ نلقى راجلي قاعد في شاد التليفون ويخزر في هذيك الجاره اللي كانت حتى هي شاده التليفون وتخزر فيه، ويديروا في واحد لي جاست ما بيناتهم، يعني تبين باللي راجلي عنده علاقه معاها ومن سنين ماشي غير هذاك النهار. انا هبطت نجري هكداك مخلوعه ومفزوعه. كريم كان سمع حس غير طبيعي، ايا دخل الشومبرا وشافني في هذيك الحاله، قال لي واش بيك غير الخير؟ قلت له كيفاش هذا غير الخير؟ انت اللي واش راك دير الفوق وزيد مقريني لامان، انا عمبت لي راك خدام وعلاش راك تقول لي راني نخدم بعيد وتلقالي في السبايب. المهم نوضتها كبيره معاه، هو قعد يحلف ويسخط باللي طلع غير على جلسي تيرنا اللي كان حاسها باللي انتقبت من كثره البرد والسخانه بزاف، وطلع كش ما يرقع فيها. السيد عمبالو انا راني ناكل من ودني، ايه وانا على بالي بالمقليه والمشويه واش كان يدير، انا كنت نخدم راسي وما كنتش حابه نخرب بيتي. المهم لايمت كابتي في هذاك النهار، عيطت لبابا بالفيكس نتاع الدار، جا عندي يجري مسكين مخلوع، قال لي واش بك هذا غير الخير بنتي؟ قلت له باللي نسيبك راهو يخدع فيا. المشكل مع الجاره اللي راهي انفاس ليا ما يحشمش على عرضه، هاد السيد خلاص كرهته مانيش قادره نتحمله، وزيد كل ما نقولو شري لي حاجه ديني منا يقول لي ما عنديش، علاش راهو يتمسمر عليا كيما هكذا؟ يا اخي راني يمات ولادو. بقيت غير نبكي ورحت رميت روحي في الحضن نتاع بابا. هو عنقني وقال لي سكتي يا بنتي سكتي، هذا راجلك انعلي بليس، وهو واقف غير ساكت قاعد غير يحلف له باللي الهضره نتاعي ما كاش منها. وانا يتلمو الحمل هذا اثر عليا وليت نتخيل في حوايج ما كاش منهم، حب يردني مهبوله. ركبت في الطوموبيل نتاع بابا ورحت وانا يا دمعتي على خدي، وبابا غير يصبر فيا ويقول لي ما كاش مشكل ما كاش مشكل، دوك غدوه وتعاودوا توليوا لبعضاكم، على بالي بلي هذه راهي مساله غير الحمل نتاعك والهرمونات تبدلوا، يماك تاني كانت كيما هكذا بكري دايما تقلقني وتنقرش عليا. انا الكلام تاع بابا زاد عصبني ورجعني ما نسواش. دخلت لعند يما وكانت اختي قاعده معاها اللي متزوجه عندها غير طفل واحد، قالت لي واش كاين غير الخير؟ هذا مازال كي عروسه رقم تضربوا وتاني راكي بدارك وحدك الله يبارك عليك، كشغل رجعوا كامل فيا اللوم. ايا انا تماك خلاص وليت غير نعيط، وقلت لي ما دوك انتوما توقفوا معايا ولا مع هذا الراجل اللي راهو غابني؟ قالت لي لا لا ما راناش معاه يا بنتي، كيفاش هذا نوقف مع انسان براني ونخلي كبتي؟ مستحيل. معليش معليش اقعدي هنا يا ما تريحي روحك وان شاء الله تعاود تولي المياه اللي ما جاريها. من بعد اختي خزرت فيا وهي مشنفه، قالت لي انت هذا من نهارك وراكي ساكنه وحدك وراكي تشتكي، بقات تقول لي وانا واش نهدر اللي راني في وسط العائله ويحاسبوني على الصغيره والكبيره؟ حمدي ربي انت اللي عجوزتك واقفه معاك. مهم كلامها خلاص كان كيما القطره هذيك اللي تفيض الكاس، بديت غير نسوغ ونعيط في وجهها وقلت لها بعديني وما تزيديش تهضري معايا. هي من هذاك النهار نيفتني، هي كانت قاعده بالصح ترقد في شامبرا واحده اخرى وانا في الشامبرا نتاعي القديمه اللي كنت فيها. احنا كنا على قد الحال مالغري عندنا دار الله يبارك، حالتنا الماديه ما كانتش كيما دار شيخي القضيان الله يبارك كل حاجه بالدوبل، اما في دارنا لا لا. المهم وليت انا نجوع بزاف وكيما على بالكم الفتره الاخرى تاع الحمل خلاص المرات وليت تاكل واش تصيب.
بدات اختي هذيك تحسب فيا كل يوم وتقول لي المكراشه تاكلي بزاف. قلقتني كي وليت نشتكي ليما، كانت تقول لي انت عندك دارك يا بنتي وراهم ناس ما شاء الله بخيرهم وخميرهم، كي راكي انت جايه وتزحمي فينا هنا ولا غير بزاف، بابك عيا من القضيان، اختك من جهه وانت من جهه. خزرت فيها وقلت لها يما يا اخي انا راني غضبانه وراني حابه نربي راجلي، اما هذه هي اللي راهي لاصقه فيك وغير هربه من المشاكل نتاع جوزتها. بداو يحاوزوا فيا بطريقه غير مباشره، انا رحت نجري لداري كي المذلوله هو دايما يصك فيا ويطبعني، بصح انا مع نقاته ولا سقى فيه الغالب ما عنديش دار اللي راهي راحت لايمني. بابا مسكين يقول لي شوفي يماك واللي قالته هذيك هي، والام راكم على بالكم كامل بالغنيه اللي تغنيها لنا، الصبري هذه دارك ما تحملي الذل احنا ثانيك حملنا الى اخره. وليت لداري وقعدت نسوفري مع راجلي، اليامات الاخرين جوزتهم صعاب بزاف، كرجعت خلاص ولا مزير كتر وكتر، وحس بلي انا دارنا ما ليمونيش رماوني ليه، لهذا ولا يحتقرني وخطرات يسبني ويقول لي بلي انتي ما عندكش الكتاف وانتي يا ما تسوايش، وتاني كراني حاب نعاود عليك زواج اموا المرة الدوزيام تكون تتهلا فيا خر منك انتي، صاي لطين تاعك هربت فقرتيني، كنت ندخل في النهار الملاين من اللي عرفتك صاي كل حاجة نشفت يا لطيف وجهك وجه شر. تخيلوا هاد الهدرة كامل يقولها لي وانا في اخر الحمل، ديت اللايم غير في الملابس هادو كنت عوليدي الاول، مع العلم جاتني بنت فوت هاديك المدة وانا على اعصابي نحوس نطلق، بصح في نفس الوقت وين راني رايحة نروح مع هاد زوج وليدات، قولوا لي برك واش من الدار اللي راهي رايحة تلمني. مهم انا حبست في هذوك النهارات حتى جاني صدر ورحت زيت كيما كامل نسا، تلاقيت بواحد المراه في الغرفه اللي نكونوا تقاسمناها بعد زياده، بدينا نقصروا على همومنا، هي تحكي لي على ناس دارها وعلى راجلها وعلى امورها الداخليه، كي شفتها بقات تقصر معايا وفتحت لي قلبها حتى انا وليت نبادل فيها بنفس المواضيع. حكيت لها على عجوزتي باللي مليحه بصح المشكل في راجلي اللي كان صدمني بعقليته بعد ما سكنت معاه، حكيت لها على الخيانه على بزاف حوايج كانوا قاهريني من جهته، بصح راجلي ولا مسمار معايا وخاصه الدراهم ما نشوفهمش كامل من عنده. هي قالت لي معليش صلي وادعي له بالهدايه. العام هذاك اللي زادت فيه بنتي نشفالو كي شغل صرا اليوم، سبحان الله 2015 كان اجمل عام في حياتي لانه تغيرت فيه 360 درجة. المرأة هذه كانت قالت لي خلي لي نيميرو تاع التليفون نتاعك نولو نقصرو مع بعضانا شويه نحو على ضيقة الخاطر، وعلاش لا ويلا تلاقينا مرة واحدة أخرى واش جمعنا المكتوب نقصرو تانيك. المهم أنا عطيت لها وبعد مدة قليلة كانت عيطت لي وبدات تقصر معايا بزاف وقالت لي لا عندك فيسبوك زيدي بعتي لي، قلت لها ايه عندي، بدينا خطرات نقصرو في لاكا. المهم الاخت هذه ولات صديقتي ما خبيش عليكم، حبيتها كي شغل اختي ولا نقول لكم اكثر، لانه انا خياتي كانوا أسوأ خيات في العالم يكرهوني وما يحملونيش ما على باليش علاه. يما دارت عملية جراحية على قلبها كانت مريضة. المهم هذاك الوقت كانوا هادوك التشكاك نتاع تخثر الدم اللي ديرهم المرأة بعد العملية كانوا ناقصين بزاف، كنا في فترة الكورونا كانوا مساكن قاع يديروهم هادوك المرضى، لهذا احنا ما كانتش كامل صحنا. عيطت لهذه صديقتي وقلت لها لكش ما عندك معرفة في كاش فارماسيا ولا جيبي لي اوموا زوج ولا ثلاثة، يما ما عندهاش كامل حوسنا لها كاع لي فارماسي اللي قدامنا وما كاين حتى نتيجه. قالت لي ايه انا راهم قاعدين لي مزياده نتاع ولدي الثاني. هي كانت جات لداري وجابت لي هادوك التشكك اللي ديتهم من يما واكيد نفعتني بهم بزاف، شكرتها. ومن هذاك النهار قلت لها شوفي ما تزيديش تقطعي رجلك عليا نولو نتلاقاو، اصلا رانا في ولايه وحده. نقتني وقالت لي ولا غنتي الخط اللي ما عطاهاليش ربي سبحانه. بدينا نقصرو، واحد الخطره كنت داوست مع راجلي دواسه كبيره، علاش؟ لانه بنتي كانت مريضه ومحتاجه اني نديها للسبيطار، مسكينه الحمه قاتلتها. هو صح الحق تاع ربي اداني بالصحه، كم تعرفوا السبيطارات نتاوعنا تقعدي ديري لاشان وما جيت الحق دالتك حتى الصغير هذاك يكون يموت في حجرك. انا خفت بزاف على بنتي لانه الحمه كانت طلعت لها 41، حسيتها بلي راهي رايحه تعوق. الراجل ما على بالوش ماشي جايبها كامل فيا، قال لي واش بيك انت راكي تكبري فيها.
المهم داخل هذاك السبيطار قعدت ندوس انا وياه، وقلت له لو كان جيت راجل تديني للبريفي ما تجيبنيش السبيطار ندير لاشين ودراهمك تحتك. هو تماك جن جنونو، شدني من الحجاب نتاعي وبقى يكركر فيا هكذاك والغاشي كاع يخزروا فيا. دخلني في الطوموبيل وقال لي هاد الكلام اللي راكي تهضري فيه كبير بزاف عليك، ايبا تزيدي تغلطي غلطه واحده اخرى اقسم بالله العلي العظيم غير نطلقك ونرميك في داركم، ما على باليش بك. انا تم قعدت مصدوم ومخلوعة في ردة الفعل نتاعو اللي دارها لي، وحلاش عملني كيما هكذا وانا ما قلت حتى حاجة عيب ولا حرام. وزيد هذاك الكلام ما قلتولوش زعما بصوت عالي والغاشي يسمعو، بالعكس غير بيني وبينه. هو زعف وقال لي بلي راكي تلومي فيا بلي راني هامل ولادي، ولو كان انا مانيش نصرف شكون راهو يصرف عليك. المهم اداني من فوق القلب واحد لاكلينيك كانت قريبة لدارنا بدراهم تدخلي تخلصي، وهذا الشيء كان حاجة عادي بالنسبة لدار عجوزتي، أصلا هما يخدموا غير عند البريفي، السبيطار هذا كاع ما يعرفوش كيفاش داير، وأنا راجلي كان يدير لي كيما هكداك جوست باش ما نشوفش دراهم، وهذا ما كان يلو كان على حساب صحة ولادو. راجلي كان خرج جوايه العشرة ونص نتاع الليل، ثم أنا اتصلت بهذه صديقتي، حشمت منها بزاف، هي شكيشتها أونلاين في الفيسبوك، تماك عيطت لها، وقالت لي واش كاين غير الخير، قلت لها إلا راكي قاعدة وما رانيش ندير رانجي فيك معليش نقصر معاك، قالت لي نورمال راكي كي شغل اختي عادي. حكيت لها كامل واش كان صرا في هذاك النهار. من بعد قالت لي شوفي راني نشوف فيك تعاني بزاف بزاف وراكي تقولي بلي راجلي لاباس به والدراهم تحتو وحرمني منهم. قلت لها ايه ايه والله غير كارثة كرهت منه، وانا باش نتطلق ما نقدرش راني بزوج ولاد. المهم حبيبتي كانت عطاتني واحد الخطة جهنمية تاع البليسة بكل معنى الكلمة، انا كنت نشوفها تافهة ما عبرتهاش كامل، وزيد قلت له لو كان راهو رايح يفيق لي اقسم بالله غير يقتلني، وكنت قلت لها باللي كريم ضرب زوجي هددني بطلاق ولا بالمره الثانيه. ها هاكي تعرفي نقطه الضعف نتاعي. خزرت وقالت لي ديري واش قلت لك والله العظيم ما تندمي عليها. بداو يفوتوا في اليامات وانا هاد الفكره قعدت تدور في خاطري وفي راسي، قلت بصح كيفاش راني راح نطبقها، وهذا الراجل اللي جاي يسرق لازم يكون متفهم معايا باش يرد لي الذهب، وراه السيد هذا اللي ندير فيه الثقه. المهم مروا ايامات حتى سمعت باللي لوسي خطبوا له وراهم رايحين يجيبوا عروسه لعند عجوزتي كيما هي قالت لي، صح ما كذبتش. الحق هذاك النهار اللي لازم عليا نروح ونجيب الذهب من عند كاش انسانه وخلاص. بديت نفكر شكون هاد المراه اللي يكون عندها ذهب بزاف وتقدر تسلفه لي في نفس الوقت. هي رحت لعند مرت خويا، هي ما كانتش ساكنه معانا في نفس الدار وحدها، كي رحت ليها كانت استغربت وقالت لي جامي في حياتك جيتي سلفت عليا، وكانت يعني متفاهمه معايا. بصح ما خبيش عليكم ما جات تسلفوا لي برحمه الوالدين، قلت لها بلي راهو رايح يكون في امان وضمان عندي وما تقلقيش كاع، وزيد على بالك بلي انا ناس داري كامل لاباس بهم، وانا صوالحك راني رايح نخبيهم في عبوني ندير لهم ساكوشه واحد ما يدنا لهم. مرت خويا كانت سلفت لي واحد المحزمه تاع ذهب مخدومه باللويز وخشينه والله يبارك، وفي نفس الوقت طات لي سلسله خشينه. المهم هي كعطاتهم لي اكيد، وهذا الشيء من حقها، كانت شهدت خويا على هذاك الذهب اللي مدته لي في يدي وقالت لي ردي بالك عليه احضري به في هذاك النهار وعاودي قلبيه لي. المهم هذا المحزمه راهي دارها للمرحوم بابا. انا غير دخلت للدار كنت نستنى في راجلي، وريت له الذهب نتاع مرت خويا وقلت له بلي هذا راهي سلفته لي وقالت لي ردي بالك عليه. خزر فيا وقال لي وانا علاش راكي توريه لي؟ قلت له لا وريته لك باش تعرف الرجاله واش يديروا ننساهم. هو تماك قريب ما ضربني وقال لي واش معناتها الهضره تاعك، طيحتي لي قدري وقيمتي وليت ما نتحملكش. مهم صرا لي ما صرا هذاك النهار، وفاتوا اليامات والحق العرس، انا حضرت بهم وخليتهم في الدار ورحت لعند خويا اللي كان صغير في عمره 19 سنه، وقلت له انت راك رايح تلعبها باللي دخلت لعندي وسرقت لي الذهب وماذا بك غطي لي هذيك الفيغوره، لاخاطش لو كان يعرفوك يتهموك باللي انت هو اللي دخلت. هو استغرب من هذيك الفكره، قعد مده اسبوع وهو يطلع ويهبط وقال لي راني رايح نبيع لي ما واش راكي ديري. من بعد حكيت له باللي راجلي ماهوش يصرف عليا وماهوش يمد لي. المهم بينت له بزاف حوايج، هو كان صغير وما يستوعبش كامل هاد الشيء، بصح قنعته وطمعته بدراهم، قلت له بلي راني رايحه نعطيك دراهم غير ما تكسرش راسك. دار هاد الحاجه وكانت خلع عليا جوايه 12 نتاع الليل، راجلي ما كانش في الدار كان مشغول بالنسيوات نتاوعو والخديعه.
انا تفاهمت معاه في هذاك النهار، كنت رحت لدارنا وقعدت. اما بالنسبه ليه هو كان زعما جا وسراق وكسر لي الطاقه وحتى الخزانه خربها كامل. انا وصيته وفهمته كامل الحوايج اللي يديرهم. هي زعما كي رحت للدار لعبتها باللي مخلوعه ونمثل على راجلي باللي سرقوا الذهب نتاع مرت خويا، وبقيت غير نندب ونعيط قدامه. وهو في هذوك اللحظات كان قال لي باللي ما عندي من ندير لك الذهب، انت جبتيه تبري راسك. من بعد موراها كان عندي خويا وقال لي باللي وراه الذهب نتاع مرتي سلفته لك، ودرك كي سرقوه تبري راسك تغرميه لها، راهو ريحه المرحوم. كان دار لي اللي ما يندارش قدام راجلي الوغ حشم منه، ولا عوض لي كامل هادوك الدراهم اللي زعما تسرق الذهب نتاعهم. بصح بعد ما عوضهم لي كان شرط عليا واحد الشرط، راهو رايح يحبس لكم راسكم نتاع الصح. حتستغربوا تقولوا لي شتكيتي ولا لا؟ لا نقول لكم كيفاش نشتكي بخويا، مستحيل. احنا صح رحنا لي جوندارم ودرنا بي في وكاع، بصح اكيد قلنا بلي ما عندنا حتى واحد رانا شاكين فيه. مام راجلي وقال نفس الهضره، احنا كنا ساكنين جدد ثم وما عندناش عديان. من بعد انا بديت نقول له بالك هذيك المره اللي راك تعرفها وتضل تطلع عليها مسطوحي، هذيك كاش ما بعثت لنا جماعه، هو كشغل توسوس من روحو لا بالو بلي راهو دايرها كحلة نتاع الصح. على هذا كان غرم لي كامل المبلغ نتاع مرت خويا. من بعد انا رحت وديته لها وقلت لها شوفي من على سمانه الى بان الذهب نتاعك راني رايحه نجيبه لك ورجعي لي دراهم، ولا ما بانش ادي الدراهم وصاي. بعد ما فاتت هذاك الاسبوع كنت تفهمت مع خويا ولعبنا اللعبه. المهم هي كي شافت الذهب نتاعها فرحت، وفي نفس الوقت تخلعت وقالت لي منين جبتي هذا؟ قلت لها شوفي دلال الخير بعثه لي، وثانيك الحمد لله راهم دراهم حليليين، هيا رجعي لي دراهمي نقلبهم لراجلي ووصلت على نبي وكل حاجه تموت هنايا. وهذاك اللي كان. المهم انا كي وليت لداري ونتمتع بهذوك الدراهم وما نحكي لكمش، بصح خبيتهم في لابونك على بالي بلي راجلي كان يفيق لي يقتلني نورمال. مهم انا كل ما نروح لدارنا نصرف بدراهمي، ويما ما امنتش قالت لي واش راجلك ولا فحشوش ويصرف عليك مبلغ معتبر. قلت لها ايه ايه، وما حبيتش نبين لها كامل واش كان صرا على بالي بلي تخلص عليا مال لو كان يعرفه. والحاجه هذه كنت ما خبرت عليها حتى واحد من غير صديقتي اللي كانت اقترحت عليا هاد الفكره. هي بقات غير تضحك عليا وتقول لي ايه انت يا قادره او منجمع على سوقك. المهم من هذاك النهار سمعت باللي راجلي كان عاود زواج مع مره واحده اخرى، وش من مره هذيك اللي كان يضل يتمحشق معها في السطوحات جارتنا. دخلت في واحد الحاله نفسيه ما نحكي لكمش عليها، بصح اكيد ربي سبحانه يخلص كل واحد على اعماله. كريم كان بعد مده نضت له واحد الكزيمه في رجليه واعره بزاف لدرجه الحقيامات ما يقدرش ما با يمشي عليهم. وشكون اللي رفداتهم؟ عن بالكم هذيك الهميه تاع ضرتي تعودتها، هذيك تحوس غير على الدراهم وتنسل منه. هي كانت شابه وطويله وعريضه وعندها لاطاي هايله يعني خر مني. المهم هو كي شافني بلي انا اللي كنت واقفه معاه وانا اللي نجري به وانا نشيله في الدواوات وحتى رجليه نغسلهم له وندهنهم له، ما خليت له حاجه ما درتهالوش، لا غالب هذا كامل على جال وليداتي. ثم كان قرر باش يعطيني الكود والمفتاح نتاع الكفر اللي خبي فيه الوثائق والدراهم نتاعو، ووليت انا اللي نتصرف بهم. المهم ندمت على الشيء اللي كنت عملته في راجلي بانه خليته يغرم الذهب نتاع مرت خويا وديت كامل انا الدراهم، بصح هذه حاجه عاديه لانه انا راني مولات الدار وانا هي المره اللي رفدته حتى وقف على رجليه. المهم قال لي سمحي لي على كامل واش صرا، وهاد المره الثانيه كان طلقها ورمى لها الماء لانه لقاها باللي تخدع فيه مع رجال واحد اخرين. في الوقت الحالي انا راني عايشه معاه ومهنيه ولاباس بيا، مرات تجي تزورني عجوزتي مرات انا نروح نزورهم، كل خطره كيفاش. علاقتي مازالها مليحه معاهم، وراجلي الأسوأ ولات للأحسن. وفي الوقت الحالي راني حاملة بالبنت ولا بالولد الثالث. ادعوا لي كامل معاكم، ونتمنى تخلوا لي الرأي نتاعكم في التعليقات، ونتمنى منك يا اختي فريال ردي بالك تهضري اسمي الحقيقي والسن والمكان اللي عطيتهم لك هكذا باش تحافظي لي شوية على خصوصيتي، وتانيك باش ما يصراوليش مشاكل انا راني في غنى عنها بسبب قصتي. المهم احكيها برك باش تكون عبرة لكامل المشتركات والأخوات اللي راهم معانا.